السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو سنتعرف على خطوات التسجيل في وكالة تشغيل لانام من خلال المنصة التي وضعتها الوزارة، يعني من خلال موقع لانام وليس موقع المنحة، وبالهاتف فقط، يعني دون تنقل إلى وكالة تشغيل بالولاية. قبل ذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد. أولا، ربما ستجدون الموقع ثقيل لكثرة التسجيلات هذه الأيام، يعني معظم الناس ستسجل في موقع لانام للاستفادة من منحة البطالة، يعني بداية من 25 فيفري نهار جمعة يبدأ التسجيل في موقع منحة للبطالة، لكن قبل ذلك لازم تسجل في لانام. أما عن خطوات التسجيل في موقع لانام، أقول لوكالة تشغيل لانام وليس المنحة، فهي عبر أربع خطوات كالتالي. عند الدخول لرابط الوكالة مباشرة أو رابط الوسيط، تأتينا هذه الواجهة. يعني المرحلة الأولى خاصة بالمعلومات الشخصية، يعني نبدأ يعني بملء المعلومات الشخصية مع بعض. أنا يعني درت تجربة لأحد الأشخاص. نبدأ مع أول مرحلة. عند فتح المرحلة الأولى نجد خانات الحالات العائلية أو الاجتماعية لطالب العمل، يعني مونسيور، مادام، مادموزيل إلى آخره، الاسم واللقب وكل المعلومات. سنسجل مع بعض حتى نهاية التسجيل إيطاب بار إيطاب، يعني مرحلة بمرحلة. أولا، هذه المرحلة يعني لازم كل المعلومات يجب أن تكون باللغة الأجنبية، يعني باللغة الفرنسية. أول خانة اللقب بالفرنسية ويكون صحيح حرفيا. الخانة الثانية الاسم أيضا بالفرنسية وبشكل صحيح، يعني لازم ما تغلطش. الخانة الثالثة مكتوب فيها نيميرو داكت دو نيسونس، يعني هذا الرقم تجدونه في شهادة الميلاد على الجهة اليمنى أعلى الشهادة، ربما تلقوا رقم أو رقمين أو ثلاثة أرقام يعني حسب الشهادة. نضغط على زر بريزيمي حتى تصبح باللون الأخضر، ثم آني دو نيسونس سنة الميلاد فقط دون اليوم والشهر، يعني العام فقط. بعدها سنختار الولاية التي نقيم فيها، مثلا نختار ولاية برج بوعريريج بحكم إقامتنا فيها، ثم لكومين يعني بمعنى بلدية الإقامة الحالية لطالبي الشغل، ثم سيتياسيو فاميليال يعني الحالة العائلية لطالبي الشغل، متزوج، أعزب إلى آخره، ثم سيتياسيو سيرفيس ناسيونال يعني حالتك مع الخدمة الوطنية. نختار نحن أكومبلي يعني مجتاز للخدمة الوطنية. هذه كل المعلومات كانت خاصة بالمرحلة الأولى. يعني ككل مرحلة، عند انتهاء من مرحلة إلى مرحلة، نضغط على زر سويفو على أسفل الفيديو باللون الأخضر للدخول مباشرة في المراحل الموالية. أما هنا ستكون بعض المعلومات الخاصة باللغة العربية، الاسم، اللقب والعنوان، وحتى بعض المعلومات الأخرى. في هذه الخانات الثلاث نكتب الاسم باللغة العربية بشكل صحيح، ثم اللقب أيضا باللغة العربية وبشكل صحيح، وفي الخانة الثالثة العنوان كاملا، مثلا القرية، البلدية أو الدائرة، الولاية، المهم العنوان الكامل للمسجل كطالب للعمل عبر هذا الموقع. بعد انتهائك من الاسم واللقب والعنوان باللغة العربية، تحب حتى تبدأ بالمعلومات الأخرى عادي جدا، المهم تملأ كل الخانات. نديرو سويفو للمرحلة القادمة. يوجد خانتين في هذه المرحلة، أقول لرقم الهاتف وخانة للفاكس. أنت أكتب رقم الهاتف فقط، يعني لأنه معظم الناس ما عندهاش فاكس أصلا، يكفيك رقم الهاتف. أما في المرحلة الرابعة والأخيرة فقد تحتاج للإيميل ورقم السري. افتح إيميل أو إذا كان عندك إيميل قديم يعني استعمله، ودير مود باس من راسك يعني بستة أرقام أو ستة ديشيفر كما دايرين هما. في الخانة الثالثة والأخيرة كونفيرماسيو دي مود باس، بمعنى إعادة كتابة الرقم السري المكون من ستة حروف أو أرقام أو أكثر، يعني أوموا دو سيس كاركتير، يعني على الأقل ستة رموز أو حروف، المهم مود باس هذاك تعود تكتبه مرة أخرى لتأكيد. بعد كل هذه المعلومات نكون قد انتهينا من المرحلة الرابعة والأخيرة ومن التسجيل في لانام ككل. أقول لانام وليس منحة البطالة، لأن منحة البطالة تسجل بداية من 25 فيفري، يعني وبموقع آخر يسمى موقع منحة. وأخيرا لا ننسى أن نضغط على الزر الأخضر المكتوب فيه تيرميني لانكسريبسيو، يعني نهاية التسجيل في موقع الوسيط أو موقع لانام،
بعدها نجد هذا النص المكتوب باللغة الفرنسية الذي عنوانه كليكي إيسي بور فوتر كونكتيا فوتر كونت، يعني اضغط هنا للتحول إلى حسابك مباشرة، يعني الحساب هذا اللي فتحته الآن في لانام. ننوه فقط على أن موقع المنحة سيفتح يوم الجمعة 25 فيفري للتسجيل في منحة البطالة، يعني باتباع هذه الخطوات رك سجلت في لانام في انتظار التسجيل في موقع يسمى موقع المنحة. وأخيرا هذا تسجيل خاص بطالبي الشغل الذين لم يسجلوا بتاتا في موقع لانام. وأخيرا أيضا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد.